السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ وحشتوني جدا جدا. ان شاء الله النهاردة هوريكم التلاجة ازاي ان انتي توضبيها وترصي الحاجة فيها بطريقة مظبوطة. بصوا دلوقتي التلاجة اللي قدامكم دي كل حاجة فيها محطوطة بطريقة عشوائية. ليه احنا ما نحطش كل حاجة بطريقة منظمة وفي نفس الوقت بنوسع التلاجة؟ بصوا المنظر ده مش مظبوط، ان انا كل حاجة حطها بصوا على بعض على بعض. لازم ان احنا بنعمل الحاجة كلها في علب صغيرة ونوضبها، ما يبقاش بالمنظر اللي هو كأن التلاجة عاملة زي زحمة كده. طبعا انا عندي مثلا حاجات بعملها في البيت بحطها في برطمانات، كاتشب او مايونيز او مستردة او صلصة اي حاجة، فانا بوضبها في برطمانات عندي كلها، وحاول ان انا اجيبها كلها مقاس واحد، اما بلاستيك اما اللي هي الازاز زي ما انتوا شايفين كده معانا في الصورة. والحاجات برضو المجمدة بحاول على قد ما اقدر ان احنا نوضبها كده مع بعض برضو بطريقة صغيرة عشان ما تاخدش مكان، او نجيب العلب اللي هي البلاستيك الرفيعة، الاكياس اللي احنا ممكن نحط فيها الخضار ونفرغ منها الهواء، او العلب البلاستيك زي ما انتوا شايفين كده الثوم والبصل والخضار. لكن الطريقة العشوائية اللي انتوا شايفينها دي بتبقى شكلها في الاخر مش حلو. بصوا هنا الخضار كله فوق بعضه بطريقة كويسة ومنظمة. بصوا طريقة العلب دي، طريقة العلب دي بتتعمل على الرف وكل حاجة بتحطيها فيها كويسة. بصوا الحاجات اللي مكتوب عليها صح او غلط، ممكن ان انت تعملي الحاجة بطريقة صح في العلب زي دي كده عشان ما تبقاش الدنيا زحمة معاكي ويبقى شكل التلاجة حلو وتاخد حاجات اكتر. الحاجات دي موجودة في السوق دلوقتي، وانت بتشتري الحاجات البلاستيك من السوق ممكن تلاقي الحاجات اللي هي بتاعت التلاجات دي، دي مش موجودة، دي اللي بتتعلق على الارفف. ممكن تجيبي العلب اللي هي البلاستيك الصغيرة على قد انت مساحة التلاجة عندك، ما تخليش الحاجة تاخد مساحة من التلاجة. بصوا التلاجة لما بتتعمل بطريقة منظمة هتعرفي تلاقي كل حاجة بسهولة. زي بصي الازايز اهي، في حاجة هنا كده بتحط عليها الازايز بتبقى بطريقة حلوة. العلب بصوا البلاستيك كلها مثلا مقاس واحد بتبقى جميلة وحلوة، وتحطي الحاجة فيها مجمدة. عندك دي فريزر بينفع بقى في الحاجات دي. بصوا برضو هي العلب البلاستيك بتوضبي فيها حاجتك كلها تبقى فريش، وبتدخليها التلاجة لو انت مش عايزة ان انت تعملي في اكياس، وفي العلب البلاستيك دي اسهل. وفي برضو الاكياس اللي هي بنفرغ منها الهواء عشان تبقى الاكل اللي انت بتحضريه مظبوط وفي نفس الوقت صحي، ما يبقاش بالطريقة اللي انت شايفاها دي كده عشوائية او زحمة. وفي علب بصوا بتبقى ارفع شوية، العلب دي كلها برضو بتاخد معاكي الحاجة بكل سهولة، توضبي تلاجتك بكل سهولة وتحضري حاجتك الاول، تبشري الثوم والبصل وتحضري الخضار بتاعك. كل حاجة لها طريقة طبعا لحفظ الخضار في التلاجة، بتحضريها تحطيها بقى في برطمانات زي دي او تحطيها في اكياس، عندك ارفف بقى حسب كل واحدة والمكان عندها. والعلب البلاستيك دي متوفر منها الغالي والرخيص برضو حسب امكانياتك وحسب انتي مساحة التلاجة عندك. بصوا ابسط حاجة العلب البلاستيك اللي هي الملونة اللي لونها لبني دي، دي كلها حاجات بسيطة ورخيصة لو جبتيها وحطيتي فيها حاجتك كلها والتلاجة عندك انها تنفع تتعمل كده تمام. في بصوا اشكال كتير ازاي عشان ما تجهديش نفسك وتقعدي تدوري على كل حاجة في التلاجة. لا، يبقى تلاجتك كده مرتبة ومنظمة وشكلها حلو، وفي نفس الوقت انتي ما تتعبيش وما تدوريش على الحاجة بصعوبة. بصوا حتى لو الحاجة في اكياس منظمة كويسة ازاي، زي ما احنا قلنا كل واحدة حسب مساحة التلاجة عندها. انتي مساحة التلاجة عندك بقى صغيرة مش هتستحمل علب زي اللي انتوا شايفينها حتى البلاستيك دي، يا اما في منها الصغير يا اما تعملي الاكياس اللي هي ممكن ان انت تعمليها دي في الفريزر، الاكياس دي اللي بتتعمل فيها الخضار في الفريزر. لكن العلب البلاستيك دي فينها منها الصغير وفي منها الكبير، كل واحدة على حسب مساحة التلاجة عندها. بس انا بفضل علب البلاستيك اللي هي الصغيرة دي. ويا رب تكونوا استمتعتوا معانا، وكل سنة وانتم طيبين.